صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا المتابعة مستمرة في كوب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ. امبارح كان زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واللي ألقى كلمة خلال هذه الزيارة، وبعدها كان في لقاء خاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان طبعا في لقاءات مش بس رسمية لكن كمان كان في لقاءات ودية، وأكد خلالها الرئيس جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وكمان العلاقة الصداقة اللي موجودة، وقد إيه في تعاون مشترك وتعاون استراتيجي بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن امبارح جو بايدن كان ليه كلمة مهمة جدا، وكان جزء منها وهو خاص تحديدا بجمهورية مصر العربية، وهو تعاون الولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، وعبارة عن صفقة مع مصر وإعطائها 500 مليون دولار للتحول الأخضر والتحول بشكل عام الأخضر في جميع الملفات في جمهورية مصر العربية. دي كانت من أهم النقاط اللي كانت بتمس جمهورية مصر العربية بشكل مباشر. واتكلم كمان جو بايدن امبارح في كلمته عن فكرة التحديات والتغيرات المناخية، وقد إيه الدول الصناعية أثرت على الدول النامية بشكل عام. وكمان كان في جزء مهم جدا ان الولايات المتحده من اكتر الدول اللي ليها انبعاثات كربونيه بتاثر على التغيرات المناخيه، وقال ان هو كمان وافق والكونجرس على حزمه دعم للتعامل بالادوات الصديقه للبيئه والوسائل الصديقه للبيئه داخل الولايات المتحده الامريكيه ب 380 مليار دولار، تم الموافقه عليه بالفعل من الكونجرس الامريكي. دي نقاط هامه ومباشره فيما يتعلق بكوب 27. النهارده كمان يوم مهم جدا في الجلسات، وقلنا كل يوم بيبقى ليه سمه خاصه بيه. النهارده يوم خاص بالادابتيشن او التكيف مع التغيرات المناخيه، وكمان بجانبه هو الاجريكالتشر او الزراعه، يعني في جزء مهم جدا هو التكيف مع التغيرات اللي بالفعل حصلت، سواء بقى من مجاعات حصلت على ارض الواقع، سواء من فيضانات حصلت، سواء من تغيرات في الطقس اللي احنا يعني كلنا بنحس بيها في العالم كله، وكمان في مصر كمان احنا كمان حسينا بده. ده التكيف، لان جزء من الحل الخاص بالتغيرات المناخيه هي التكيف مع التغيرات اللي حصلت، وجزء نقدر نربطه بالاجريكالتشر او الزراعه، جزء من الحلول هي زيادة الرقعة الزراعية. عشان كده هيكون في جلسات هامة جدا متعلقة بالزراعة، وتحديدا فيما يتعلق بالقارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية معتمدة أكتر على الوقود الحفري والبترول وغيره من الوقود اللي جزء منه استخراجه بيؤدي إلى انبعاثات كربونية. عشان كده كان جزء مهم هي التعاون بين الدول الإفريقية لزيادة الرقعة الزراعية، وده بالتالي نقدر نربطه بفكرة الأمن المائي والحفاظ على الأمن المائي والأمن السالم والحفاظ على التوزيع الآمن والتوزيع العادل للأمن المائي بشكل عام أو للمياه الخاصة بالقارة الإفريقية. وكل النقاط دي لو جينا جمعناها تحت مظلة واحدة، وهي فكرة العدالة المناخية، وهو مصطلح أطلق بالفعل خلال المؤتمرات السابقة لكوب أو لمؤتمرات المناخ. فكرة العدالة المناخية أنه يبقى فيه جزء من الحفاظ على البيئة بشكل عادل ما بين الدول الصناعية، أنها تتعامل بآليات تحافظ بها على البيئة بدون ما تؤدي إلى انبعاثات كربونية تؤذي مش بس نفسها لكن كمان جيرانها من الدول أو حتى الدول النامية، لأن الدول النامية هي الأكثر تأثيراً أكثر تأثراً الدول النامية هي الأكثر تأثراً الحقيقة بالتغيرات المناخية اللي بتحصل. عشان كده climate justice أو العدالة المناخية دي حاجة مهمة جداً جداً بتكلموا فيها. كمان كان في مصطلحات جديدة، يعني في مثلاً دلوقتي مصطلح خاص بال climate democracy أو الديمقراطية الخاصة، الديمقراطية المناخية أو الخاصة بالمناخ، وهي فكرة إعطاء الفرصة لجميع الناس مش بس الخبراء الخاصين بالمناخ، ولكن كمان الناس المواطنين العاديين هم يعبروا عن رأيهم ويكون ليهم دور في التأثير في التعامل مع التغيرات المناخية وطرح الأفكار والحلول المبتكرة. كمان الموضوع وصل إنه في جانب توعوي للأطفال، يعني إنه في توعية للأطفال، وفي أطفال بالفعل ابتدت تعبر عن رأيها بطرقها الخاصة. على سبيل المثال هم ممكن يرسموا رسومات خاصة بيهم بتعبر عن قد ايه ممكن تكون الشباب الصغيرين او الاطفال الصغيرين اتأذوا بالفعل بشكل مباشر من التغيرات المناخية. عشان كده كل الافكار دي موجودة هنا في كوب 27 في مصر، عشان فكرة الوصول لحلول واقعية ويتم تنفيذها بالفعل على ارض الواقع. الان عودة لكم مرة تانية.